بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالدعوة طبعا في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر يعني حددت موقفها بوضوح في عدم المشاركة في المظاهرات، لكننا لم نقل بعدم جواز المشاركة، نحن نعبر عن الموقف الجماعي الذي ينشأ عن التشاور بين الشيوخ الأفاضل، لكن لا نقول بأن من يشارك فهو آثم أو أنه ضل ضلالا مبينا أو نحو ذلك، وإنما هذا هو الموقف الدعوة ككيان. لكن ليس عيبا فينا أننا بشر، لكن حقيقتنا أننا بشر، والبشر لا يعلمون الغيب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فنحن واقعنا أننا بشر، قدرتنا محدودة، لا نعلم الغيب، فنحاول أن نجتهد، أن نتشاور، أن نتناصح لنصيب يعني ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل موقف. أما أن نقطع بأن المستقبل فيه كذا وكذا فبالتالي لابد أن نفعل كذا، نحن نحاول بصفتنا البشرية لأننا لا نعلم الغيب أن نصيب ما يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يوجبه علينا في كل ظرف من الظروف. فهذا فيما يتعلق بالهرج والاختلاط الأمور الذي يحدث في هذه يعني الأيام. طبعا هي أوضاع ما كنا نتوقع أصلا أن تحصل، والفتن تترى وراء بعضها يرقق بعضها بعضا، وهذا ابتلاء من أنواع الابتلاءات التي يمتحن الله سبحانه وتعالى بها عباده، ويكلف العبادات سواء العباد سواء في السراء أو الضراء بشيء واحد فقط، ألا وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. فينبغي أن يكون قصدنا أو قصدنا أن نتحرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحقق الخير وأقصى ما يستطاع من المصالح ودفع أقصى ما يستطاع من المضار. وكما تعلمون أن من خصائص الفتن أنها تشبه مقبلة وتبين مدبرة، والفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فنحن بشر ونجتهد بقدر استطاعتنا أن نتحرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما المواقف الثابتة والتي لا تزحزح عنها إطلاقا فهي في غاية الوضوح، لسنا الآن فقط نتكلم عن تمسكنا بتطبيق شرع الله، وعن أن طريق الإصلاح في هذه الأمة هو يبدأ بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ثوابت لا يجهلها يعني أي سلفي على الإطلاق. الذي ينبغي أن نهتم به ونلتفت إليه هو أن في هذه مثل هذه الظروف تنصرف الهمم إلى إدمان مطالعة الأخبار وسماع الإذاعات، قراءة الجرائد أو متابعة الفضائيات أو تداول القيل والقال، وكثير من القيل والقال يكون لا أصل له وتكون عبارة عن شائعات، والنفس تميل إلى تصديق أي خبر فيه نيل من خصمها، وبالتالي حتى الخصم ينبغي ألا تحكي إلا ما أنت متيقن ومتثبت من الخبر. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا بد من التثبت ولا بد من التبين والتحري لئلا يكذب الإنسان وهو لا يشعر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فليس كل ما تسمع حتى لو كان فيه مصلحة لك أو لدعوتك أو فيه نيل ونكاية بخصوم الدعوة، لابد من تحرر الصدق في كل ما يقال وما يحكى،
ومن ذلك أيضا أن الشائعات هي أحد الأسلحة التي تستعمل في الإرجاف وفي تفريق الصفوف وفي تشتيت انتباه يعني الناس. نتواصل جميعا بأقوى ما ينبغي أن نستمسك به في هذه المحنة، ألا وهو الفزع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة. تأملوا كلمة فزع، فزع يعني هي الملجأ وهي الحصن الحقيقي، واستعينوا بالصبر والصلاة. نحول هذا الأمر من الكلام النظري إلى واقع عملي، ننادي الله سبحانه وتعالى ونستعين به في دفع هذا البلاء عن الأمة الإسلامية، لأن مصر لا شك هي مستهدفة ومن زمن بعيد مستهدفة، لأن مصر في الحقيقة هي قلب العالم الإسلامي، قلب. إذا أصيب هذا القلب أو طعن فأوضاع مصر تنعكس على كل العالم الإسلامي بلا نقاش وبلا شك في ذلك. فلذلك نحن إن لم نستطع الحصول على الخير كله المحض الصافي من الشوائب، فنجتهد في تحصيل ما أمكن من الخير والمصلحة والدرء ودفع ما أمكن من الشر حسب استطاعتنا. وقضاء الله نافذ في كل الأحوال. فينبغي السلاح الأقوى الآن والبداية الصحيحة أننا جميعا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني توبة جماعية كي يدفع عنا هذا البلاء. إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهذا البلاء لابد له من توبة جماعية، لا نغرق في طوفان الأخبار والأحداث والتحليلات ونتلهى عن واجب الوقت الذي هو أن نلوذ بجناب الله سبحانه وتعالى ونتحصن به ونعوذ به عز وجل. نكثر الدعاء بصدق للمسلمين جميعا ولأهلنا وإخواننا هنا في مصر أن يدفع الله عنهم هذا الكرب وهذا البلاء على خير. أيضا يعني لابد من التكافل، يعني لا شك المصريون معروفون بالشهامة وبالنخوة وبالحس العاطفي العالي جدا، وهذا ترونه في الشباب الذي كنا من قبل نقول الشباب ضاع والشباب كذا والشباب هائم على وجهه وضحية، لكن عند المحنة أنتم ترون يعني كيف حال هؤلاء الشباب أن فيهم من الخير. فنستعين بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله تكون يعني محنة وتمر على خير. نحن نعرف تماما أين نقف، نعرف تماما ما الذي نريده، ونجتهد في إصابة ما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف. فالتوبة الجماعية، كثرة الاستغفار، اجتهدوا بما يغفل الناس عنه، لأن كما يتضاعف ثواب الذكر في السوق وثواب العبادة في شهر شعبان الذي يغفل الناس عنه لأنه بين رجب ورمضان، فكذلك أيضا في وقت الغفلة الناس يذهلون ويستهلكون في متابعة الأخبار والقيل والقال والحوادث وفلان عمل إيه ويتصلون ببعض، ثم يتلهون عن أهم واجبات هذا الوقت هو الالتصاق بجناب الله سبحانه وتعالى والفزع إليه والدعاء والجؤار إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن هذه الأمة. لا تحتقروا الدعاء العام الذي يشمل المسلمين أجمعين، لا تكن أنانيا وتقتصر على الدعاء لنفسك، لكن الدعاء العام هذا الدعاء من أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فخزائن الله لا تنفد، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد، أنك إذا دعوت لكل المسلمين تنال ثواب الإحسان لكل المسلمين. فما بالك فكيف نزهد في مثل هذا؟ فهذا سبب فعال وسبب عظيم جدا، ولولا أنه سبب لما رغبنا الله عز وجل فيه وحثنا يعني عليه. فالتوبة الجماعية من كل الذنوب، العزم على الاستقامة، الاجتهاد في الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، الثبات كما يعني جاء في الحديث: ألا يا عباد الله فاثبتوا، أن نثبت على طاعة الله عز وجل. أيضا من الأمور المهمة جدا موضوع التكافل، التكافل بين الناس، يعني كل من يستطيع أن يفعل شيئا فليفعل. تفقد جيرانك، تفقد جارك هل عنده خبز كاف أم لا، لأن ممكن بعض الناس شخص عجوز شخص ضعيف ما يستطيع أن يزاحم ولا أن يأكل في الطابور وكذا، لا ينبغي أن يتلهى الإنسان بنفسه، ولكن هنا يظهر أهمية خلق الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعملية يعني إيه تفقد الإنسان جيرانه إن كانوا محتاجين إلى طعام، محتاجين إلى أدوية، حث يعني كل من يستطيع أن يوصل الخير إلى الناس أو يحميهم على يعني أن يؤدي هذا الواجب. فموضوع التكافل في مثل هذه الظروف، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية لجميع المسلمين، إذا طالت هذه الظروف فربما تحصل محنة أشد ذات في الأطعمة والأدوية وهذه الأشياء. فيعني لا يهتمن الإنسان فقط بنفسه، ولكن يتكافل مع جيرانه ومع إخوانه ويحسن إليهم ويؤثرهم على نفسه. لا أريد أن أكثر أكثر من هذا عليكم، ولكن يعني أنا أوصل إخوة الحقيقة فيه كان كتاب بسيط جدا اسمه البصائر في الفتن، كنت تكلمت عنه أو ما حطته لسلوك المؤمن وقت الفتن. أرجو يعني من استطاع أن يستفيد منه إن شاء الله قد يكون هذا وقته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لابد من تصويب النوايا، وإلا فالأعمال لم يكن لله فيها نصيب كانت منحوكة البركة وفساد الانتهاء من فساد الابتداء. العبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. يعني أحزن الإنسان ويرثى عندما يجد هذه الدموع لا تكاد تذكر ربه تبارك وتعالى، لا يتردد ذكر الله على الألسنة. يعني هذه مجموعات منحوقة البركة، منحوقة البركة، هذه مؤشرات. يعني الطاعات والقربات لو تتبعتها طاعة طاعة تجد النصوص الشرعية من جملة القيود التي لابد أن ننتبه لها أن تكون في سبيل الله. ومن البدهيات التي تعلمناها أن لابد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وخلوا أخلصوا أصوابه، فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. والخامس مكان ابتغاء وجه الله والصواب ما وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحلوا ذلك في الأقوال والأفعال، لدرجة أن البعض كان إذا ما أراد أن يخرج مثلا في جنازة يستنبله حتى يستحضر نياته. وقال رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره النية، تحقره النية. إذن فلابد من استحضار النوايا، نية طيبة، نية خالصة لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أن أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالحركات والسكنات والأقوال والأفعال لابد وأن تكون خالصة لوجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أما كانت البدايات حتى قد تكون انتفاضة جوع، الإنسان لابد أن يراجع نفسه، محاسبة للنفس. لماذا؟ لأنني لم أثر مثلا ولم أنطفئ عندما ضاع دين الله. لن نقلل أبدا من قيمة الجوع ومصالح ومفاسد هنا وهناك قد يشترك فيها الملحد مع المسلم، ولكن كما ذكرنا يعني تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فأن تحرك الإنسان بطنه كما ذكرنا يحتاج إلى مراجعة. وكم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ولا فتونس وغير تونس كما ذكرنا تجد إضاعة لشرع الله، قد لا ننطفئ لا نحرك ساكنا ولكن تقل أجور ورواتب، ونحن لا نقلل كما ذكرنا من شأن ذلك، ولكن تقديم وتأخير لابد أن يتم وفق شرع الله جل وعلا. لا نقبل أبدا تحجير الواسع، تحجير الواسع بمعنى أن كل ما تظهر مسألة تجد مع السلام مع اليهود أن ده الخيار الاستراتيجي، الحل الوحيد، الانتفاضة هي الخيار الأوحد، الديمقراطية. تجد حتى في الإصلاحات، إصلاح التعليم هو الأساس، لدى إصلاح السياسة، لدى الإصلاح الاقتصادي هو مبدأ ومنشأ الإصلاحات. هذه مسألة في حد ذاتها. لماذا لا نقول أن مبدأ الإصلاح هو منهج الأنبياء والمرسلين، تعبيد
الدنيا بدين الله. الفتن لما تثور على مثل هذا النحو نحتاج لبصر نافس، ونلقى ربنا تبارك وتعالى أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى ونظرنا عبرة. وإلا فلماذا حجر الواسع؟ هل مبدأ الإصلاح التعليم؟ مبدأ الإصلاح سياسي اقتصادي؟ لا، أنا منهجي هو منهج الأنبياء والمستعبد الدنيا بدين الله. طب هذا هو منشأ كل صلاح وإصلاح. ونبي الله شعيب خطيب الأنبياء بعد ما عبد الدنيا قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمدخل عندنا نحن لا نغير لا نبدل. الجموع والهتافات وغير ذلك هذا كله ما يعني يغير فينا قدر أمولة. لابد من ثبات ورسوخ على منهج الأنبياء والمرسلين. ولا داعي أيضا لتحجير الواسع وكأن الشجاعة والجرأة أن أشارك بالحكم واللزوم في المظاهرة. لا، بل ما الذي قال ذلك؟ هو حتى وخصوصا إذا كان إثبات الشجاعة لمن يشارك وبالتبعية وفي المقابل إثبات الجبن والخبر والضعف لمن لم يشارك، ده هذه مسألة وحسبة تحتاج إلى علاجها الأخرى. نبي الله يحيى ونبي الله زكريا هو كلاهما شارك في مظاهرة لما قتل مثلا، رفع نبي الله عيسى صاحب ياسين أتباع الأنبياء والمرسلين، هو صاحب ياسين شارك في مظاهرة كان موقفه مذموم أبدا. وحتجد أن التهمة عبر العصور وكر الدهور للأنبياء والصالحين كانت لأنهم عبدوا الدنيا بدين الله. كلمة كلمة قد تعلق الرقبة لحبل المشناقة، فلا داعي للتهويل من جهة والتهويل من ناحية أخرى، هذا مرفوض غير مقبول. لا داعي المزايدات الرخيصة مزايدات، وإلا فالله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن عنده شجاعة وعنده حب للدين ونصرة. لا، المسألة ما تؤخذ بعضلات أو هتافات أو صيحات أو ادعاءات، لا طبعا. وإلا فيقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نبي الله نوح نبي الله لوط لما قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، لما تستعبر كما ذكرنا مواقف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان، مواقف دعوة مواقف تعبيد للدنيا بدين الله، عرضتهم لبدل أرواحهم أي والله لدخول سجن الفعل، كل ذلك حدث حدث لأنهم أعبدوا الدنيا، قالوا كلمة طيبة ليس بالحكم واللزوم. فلا نحجر واسعا ولا داعي للمزايدات. وكم من بلد فتحت بالقرآن وكم من بلد فتحت بالسيف والسنان، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. والسبل كثيرة، قد تكون دعوة صالح ما تأخذ بأسباب إجابة الدعاء. يعني محمد بن واسع كان إذا ما أشار بأصبعه في الغزو استبشر القادة، ليه؟ مجاب الدعوة. يتغير الحل أحسن الأحوال، لا تحجر واسعة إن ده الحل الوحيد وده هروح فين وده الخيار الأوحد، لا لا داعي مثل ذلك. لا داعي. المخرج من الفتنة قد يكون بكلمة طيبة، لا بحيلة ولا بخطة جهنمية ولا بغير ذلك. ونبي الله إبراهيم قذف في النار، ما الذي قال؟ قال حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه، أخذت منه سارة، ما الذي فعل؟ قام يصلي، قام إيه تتهمه. مرة أحيانا البعض بيطالب البعض بما ليس في مقدوره ولا في مقدور البشر ولا يمكن أن يقدم عليه. نحن قوم يلجمنا شرع ودين، نقدم بشرع ونحجم أيضا بشرع. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، استعانوا على فتح الحصون، بلا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا ما قرأتموه؟ كان علي بن أبي طالب لما سئل كما بين السماء والأرض قال دعوة مستجابة توصلك للمقصود من أيسر طريق، دعوة مستجابة. وكان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فلا تعجل واسعة، معاني الإيمانية سالمة عن المعارضة، الأخذ من الأسباب مطلوب، الخروج من الواقع السيء كل ذلك مطلوب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا عباده إلى دار السلام فعمه بالدعوة حجة منه عليكم عدلا، وخص لله التوفيق من شاء نعمته ومنته وفضله.
فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم بعد، لا شك أننا نمر في فترات عصيبة من عمر الصحوة وعمر الدعوة وعمر الأمة عموما، وينبغي على المؤمنين إذا مرت عليهم الشدائد أن يزدادوا قربا لله عز وجل، وعبادة وطاعة ودعاء وتذكرة لذنوبهم حتى يتوب منها، حتى يرفع الله عز وجل عنهم البلاء. وعلى كل حال يعني حتى لا أطيل أقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فما كان أحد يرى يعني شيئا من الخير في التهام عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون يعني شر وبلاء أشد على النبي صلى الله عليه وسلم وأشد على الأمة من التهام يعني عرضه. ولكن الله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وكان فعلا في خير كثير في تربية الأمة وفي رفع لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن أزواجه، وفي درس يعني تربى يعني عليه الأجيال، ورفع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعضهم لا تكرهوا البلايا الواقعة والنخبات الحديثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطرك. وقال عواقب الأمور تتشابه في الغيوب، فرب محبوب في مكروه ورب مكروه في محبوب. فنرجو أن نخرج من رحم هذه الأحداث بالزيادة يعني قرب الناس بعضهم من بعض، فلا شك أنكم ترون أهل المنطقة الواحدة والشارع الواحد يلتقون ويسهرون طوال الليل، والواجب على الإخوة أن يستغلوا هذه الفرصة للدعوة إلى الله عز وجل. ورأينا كثير يعني أنا جنبي جار يعني ما علمت به مع أني في المكان من 18 سنة تقريبا، فإذا به يدخل المسجد ويسهر مع الإخوة طوال الليل ويكون هذا في المكان الذي بجوارك. فكثير من الناس يقترب من الله جل في الشدائد، وأيضا الإخوة يستغلون ذلك في دعوته إلى الله يعني عز وجل. تحمل المسؤولية والهمة والسهر والبر وحمل هموم المؤمنين، فالناس يرون أن المشاركة في المظاهرات يعني وحدها هي الحماس على الإسلام والحب للإسلام، مع أن المظاهرات ليست خاصة بالإسلاميين، يعني فيها النصارى وفيها العلمانيون وفيها الوطنيون وغيرهم. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فينبغي أن تكون عملك وهمك وبذلك وسعيك من أجل أن تكون كلمة الله يعني هي العليا. فإن كانت المظاهرات إعلاء لكلمة الله ورفع لراية الله عز وجل وكانت النية ذلك، بخلاف من خرج يعني من أجل قومية أو من أجل فكر أو من أجل منهج، فينبغي أن يراجع يعني كل إنسان يعني نيته ويعني هدفه. ونسأل الله تعالى أن تنتهي يعني هذه الأمة وأن ينتقل المسلمون منها إلى حال أحسن من الحال السابق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.